LH Got Talent 2021 presents Religious Talents. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anjani Nafizatul Husna dari kelas 5A SDI Lukmanul Hakim. Saya akan menghafal surah Al-Fatihah dan surah Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةِ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.